صح رميسة، ما دام حكينا على مواقع التواصل الاجتماعي، هل رميسة تشوف روحها مؤثرة؟ شوفي من ناحية تأثير نلقى روحي بلك نأثر في عفاية السلبيين في الريزو سوسيو ديالي اون جينيرال، مي كتر انه انا ممثلة، فهمتي؟ لانه بديت بالتمثيل والتأثير يجي مع الوقت، ماشي لازم كي تكوني مؤثرة لازم يكون عندك لي زابوني في انستغرام ولا في تيك توك ولا في فيسبوك. تأثير تقدري تكوني برك ممثلة في التلفزيون وتأثري بعفسة سلبية، تكوني مثال لهم، زعما هذه قرات جبت هذا المعدل، أثرتي ديجا، أثرتي على فئة معينة باش يقراو وتحفزيهم. زعما نقولوا الضل في شوش، فاش تقدري تأثري عليهم باللبسة هكا الشابة تعليغه بالأنوثة، ما كانش سراول دائما يخلونا هذيك الأنوثة، صح؟ دونك هذه عفسة سلبية اللي تقدر تأثر، عفسة إيجابية بابا. إيجابية شاني خلطت محاول عيدكم راح عيانا قلت لكم إيجابية اللي تقدر تأثر، فهمتي؟ تسمى بطريقة إيجابية تقدري زعما حتى شنو الملابس التقليدية افضل يقول لك، باسكو ما بالك انا كنت درت طل فشوش وجبت الباك وقريت ودرت بزاف عفايس، فهمتي؟ تسمى ديجا هذا تاثير ايجابي، تاثر على هاد لا جينيراسيون وتاثر على الكبار، يعني هذا هو التاثير. عده اشياء يعني ماشي صافي راك تورناج ولا حبق ما تقراش لازم يكون ولا ما تكونش بروداكتيف في النهار، ماشي لازم يكون عندك لي زابوني باش تكوني مؤثره. نو تقدري تكوني ممثله ومن ثم يقراو عليك، يحوسوا عليك في يوتيوب واش درتي، تاثر على هذيك الفئه.